بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وإخوتي في الله، إن سيدان ولا أكسون هاي وحان كوكو ذا جورنا مالمهي بركيسنا عشر ذي الحج. إلهي سبحانه وتعالى وحكو ليه في كتابه العزيز: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال تعالى: إن عدة شهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن. صدق الله العظيم. إخواني وإخوتي في الله، إن سيدان ولا أكسونا هاي يوربا مشاقني وحان كجرنا مالمه بركيسنا طبعاً كما الموت يوه الرئيسي بش لرهة ذي الحجة بشان وابل بركيسان إلهي سبحانه وتعالى وقرارتي إن بضن إلهي سبحانه وتعالى وأماني بشان قده هذا وحا دعايا وحيالا ووين أو موسمة وحيالا دعايا وحا كمدا بشان قده هذا ونوت المامي رب العزها بشان وحاوية وذي الحج وحا دعايا دعايا ركن من أركان الإسلام ركن شناد إسلام كا لو يغاني حج بعد حديدا دعايو لحديدا وحا دعايا خيرات فربضا تدليات إلهي سبحانه وتعالى أصمينا يا خلق جيسا بعد عيو مركا وحاوية بشان وحيالا خيرات كا قده هذا قصقن رب العزاء إلهي سبحانه وتعالى ونوت المامي وحل سوكو بكرمه وحا مساعد أما وحاوية أمبر أما مالمو أما سنوات ووحل لغا هلا يودي لغا هلا أندمانين سنين بعد سنين ووح ان هدي لرادوها لغها الله فلا إيش إيه خيراتك إلهي سبحانه وتعالى وحده حقلي إيه بركة طبعاً كما الموت كجراي وواحد دي لغها الله أباهن إن لغها الله يسنين بعد سنين سنوات إيه غاد نيسا لكن إن شاء الله الرحمن وحمد كدينا وحو إلهي نغانقر سينا عن كسو كومنه ان تغوين كومن إن شاء الله الرحمن ان سنوال أكسون هاي إلهي سبحانه وتعالى وحكو ليه كتاب كيس عزيز كا إن عدة شهور عند الله إثنى عشر شهرا محايا لي وإلهي سبحانه وتعالى وحكير منها أربعة حرم آيات قده هذه أفر بلود وحرم له وإلهي سبحانه وتعالى أكتي سفلي إي مزيد إيرات كلبا كجرت أفرت بلود وحاكم ده بش لرهدو رجب وإذا جيس وقون سدح نوايا حريران بش لرهدو ذو القعد ذو الحج وانهدو كجرنا أن شهر الله محرم وإيسوس عطايا أفرت بلود وبلو حو إلهي سبحانه وتعالى نحضو ذو دقي فلاي فضائل إيه خيرات ربنا إلهي سبحانه وتعالى نحضو ذو دقي صدر هذه مركب وحمس كبر هنا إن كفى إذا يصنه إن بلهان بشان أن كجرنا ذي الحجة طبعا كان بري إن كفى إذا نبى أن كبر هنا مدك لو حمس كبر هنا إلهي سبحانه وتعالى إن أمها نغنو الله نسوق جرسي طبعا كان معلومات فضيق بدن إلى أكتيس أدوين الله نسوق جرسينا أدبان إلهي أمها نغنا سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وحليه والفجر وليال عشر أدى إلهي سبحانه وتعالى وحقول أرتي فجر كأو صباحة وليال عشر طوانك مالمون إلهي سبحانه وتعالى وحقول أرتي محايا إلي إلهي سبحانه وتعالى وحقول أرانا يواح مزيئ إيو فضل إيد إراد لوي سادر هدد مركو حال الدنيا طوانك مالمون دين أنكفا إذي سنو حديان وحير تاونو طبعاً كان معلومات إن مدام أولي هذا فصل كذا أدبو أنا أكسين هاي إيوه ولا سمية وحن رمضان وحوي إن أحاديثه إيوه قصوين إن سوق هذا الله أو طبعاً كان معلومات أحد وضع عيمان إن كست وحكي أديه إن حديث اللي قولنا يا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما سجى بيس ولا كرر لهذا أيه وحولي هاي يوم كوهر يأبش عند الحجة ويوم كإلهي سبحانه وتعالى وكتب أقبل النبي الله آدم اليوم الذي طاب الله فيه نبي الله آدم أما أبونا آدم وحتر آدم الله كتب أقبلي
مصداق ذلك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم بإله إليه مركا كلمات لشيء يو نبي الله آدم وقلق من رب العزة وحوي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بل إليه halka asbuu kala kulmay markay yoomku horeeyo soomkiisa waxa la isku boorinayaa in la soomo saadaraadeed qof kana maalinta markuu soomayay waa inuu ducada macnaha aad u badiyo ilaahay subxaana wa taala subban bihiyo siduu u gaarayay danihiisa dunubiga iyo qorobiga labada uu gaaro maxay yeelay waa yoomki nabi ilaahay aadam ilaahay toobada ka aqbalay waxa leeyahay maalinta labaad oo 10ka dhulxij dhaxdeeda maalinta labaad ayada waxa leeyahay waa maalintii إلهي سبحانه وتعالى وكسب بادي نبي الله يونس ابن متى في بدن الحوت حوت علوشيس إلهي سبحانه وتعالى وكسب بادي أو ما حي لايدنا صان كذا ولا تضيع ولا تضم عنها معنت أيضا وحكوا أنت بالله معنت النبي الله يونس إلهي سبحانه وتعالى وكسب بادي سد أحد مقدي مقدي هبينك إيه مقدي وحوي بها بحد ولا بدي ee mugdiga xuudka saddex daas mugduub ilaahay subhanahu wa ta'ala kasoo badbaadiyay halka buu kasoo bixiyay marka aad darteed waa tii misdaaqu dhalika ayadu quraanka ilaahay uu kuleeyahay oo nabi ilaahay markii laga xikaayoonay ee nabi ilaahay yunus laa ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fasajjabna lahu wa najaynahu min al-qam wa kadhalika nunji al-mu'minin bi ilaahay subhanahu wa ta'ala aidan marka maaninta labaad ninkii soomo waxa leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala hawaytiisa adduunyada iyo qorbi labadaba uu godayaa baa leeyahay ayadana waxa la isku boorinaya qofka inuu soomo ilaahay subxaanahu wa ta'ala tadurra inuu sameeyo maalinka labaad ee maal ku jirtay bisha dhulxij al-yawm al-thalith maalinka saddexaad dhaxdiisa waxa dhacay baa leeyahay waa maalintii nabi ilaahay zakariya ilaahay uu baryay subxaanahu wa ta'ala maxay yeelay markuu arkay in ummuna maryama gabadha dhigi jiray maryama bintu imraan ayadoo cunaysa irsaqad markastoo nabiga la kulmaba wuxuu arkay iyadoo cunto cunayso cunto kala nooc haysato marba nooc buu ugu yimaadayay qaala wuxuu yiri anna laki hada xagee kaaga haade xagee kaaga imid buu ku yiri nabiga qaalat waxay tiri huwa min indillah in allah yarzuqu man yashaa bighayri hisab ila xagee buu ka haade bay tiri ilaahay cid uu doonana xisaab laan buu irsaqayaa bay ku tiri gabadhii hunaalika ducaa zakariya rabbah قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ويري مركب ما ننسى دحادنا أيضا وحال ضلبيا وحاقفك مؤمنك لك ضلبيا تضر إنه لي ما ذو صغو صوما ربي يوسف بهيو بهيه ما دام ويتاي ما ننت النبي الله ذكر يا إلهي سبحانه وتعالى دعدي سأقبلي ما دام ويتاي وإلهي يوسي هذا أولاد بركيسا نبي وما ننت إلهي يوسي سبحانه وتعالى نبي الله ذكر يا نبي الله يحيى إلهي يوسي مركب حال الدنيا أنا دعوة أذكرت ذكري قبضينه maalinta afraad ee 10ka amber dhaxdooda waxa dhacay maalinta afraad lafteeda waxa leeyahay waa maalinta uu dhishay nabi ilaahi ciisa alayhi salaam maalinta afraadna waxa leeyahay waxa ku beegan maalinta uu dhishay nabi ilaahi ciisa ayadana waxa leeyahay qasoo sooban qofkii bari ilaahi subxaana wa taala u tadarrucay ilaahi wuxuu gudiyaa xawaayitiisa dunyayo adduunyo aakharaba labada uu gudiyaa marka waxa la doonayaa in laga faa'iideysto وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وتوجد نبي الله مركل حكاية نبي الله عيسى عليه السلام صادرت مركل وحي كل دي حديث كتاح وغوا على شيء لكن نسكب ماشي يلا قرآن كدم بهلك صارن أو ملك نسبة إلى هاي مركل حال الدنيا مارين تصنع مزيج جنود إن لسيو إلهي أدل غط الرعاة سبحانه وتعالى أن ما ننت الشنات أيضا وحال لي هاي وما ننت أول شيء نبي الله عيسى نبي الله موسى عليه السلام نبي الله موسى عليه السلام بعد شمانت الشنات إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى ومرك إله إليه سبحانه وتعالى أن يقضي فيه في التابوت وما لنت أولشي نبي الله عيسى نبي الله موسى بل إليه هيو ما لنت الشنات وحاكو بيغن ما لنت أولشي نبي الله عيسى نبي الله موسى عليه السلام سادر هذا إذا هذا وحال الدنيا خفك إنو أدو سبهم بياسك وصومن ربي إلهي سبحانه وتعالى وحو الدنيا ودنوبي إيو آخر الله بضو ويديتو سدو قارا مقصود كيسا أن ما ننت اللي حاد وحال لي هاي ما ننت اللي حاد بشان قده هذو كجرته وما ننتي نبي إن إلهي سبحانه وتعالى وفريبا لي هاي فتوحات فربضا الله سوكو بكرين فتوحات الدنيا والآخرة
فتوحات كالدنيا آخر لبضة بنبي جنبا الله فري بالله مركم مارنته وحوي مارنت اللي حاد ومارنت النبي جن إلهي سبحانه وتعالى وفري فتوحات آت وتر بدن سوكو بكرن بو نبي جن وفري إلهي سبحانه وتعالى مركو حال الدنيا إن للدذاله أيضا مارنت سو إلهي فتوحات أي خيرات بدن كوجارسيو أيضا لفت أيضا لقد دار العبادة أي خيرات كبام سكوب روني إن شاء الله ورحمن إن مارنت تضباط أيضا وحال لي هاي الباب نار تبع الحراب اللي هاي الباب النار تبع الحرية إلى اللي قالوا رويون قار مارن تمرات بيلهين أما وحال لي هاي أنت كذا ماني سو إن أيام التشريق أنت أبي حرنان يساب اللي هاي مارك وحال لي هاي قف كي صوم مارن تضباط أصوا صوم ربي برياي إلهي سبحانه وتعالى نار الباب هذا دمن ولا حرية إلهي سبحانه وتعالى وحوفر يا أحد كاس مسكين كي صوم مؤمن كهي صد الباب وهو حالي هي عصري أو كفر ناب على حرية صد الباب وهو حالي يسر إلهي سبحانه وتعالى ووفرية أن ما ننت سديدات كوبي أن ما ننت ذي الحج أن بش أن كجر ذي الحج ما ننت سديدات وحالي هي يوم التروية وما ننت سديدات التروية قد وحاوي بريق هوريسا ولا أكسون نهبا بيها ولا رنجري مكا لك تجري وبيها لك لك تجري سيدات كوسي آذان نبينك أوسي حكا أوسي ويدام منا كدبنا أوسي آذان أن عرفا حلقة بي بيها كقادن جرين مركز تروية وحال لده الهرشادة ما ننسي زياد وما ننكر الهرشادة اللي هرنا يعرفها سعادة راد ايدان وحال لدوني ما ننته ما دام اوضادك اي حجيج هلكاد حجي صديارنا ان عرفي استاغان لفت ايدان وحال لي هاي وحاكو سغن فضائل اد اختربو ذنب كجرته قفك مركز وحال لدوني ان وزببهيو إلهي سبحانه وتعالى وسديبه سدو وقارو مقصود كيسا الدنيا يواخرب الله بضبا ما ننت سقالات الديسات والاكسون تهين با اما اتكوال درسين تهين با ايوها المؤمنون معنى سغالات وحاكسون يوم العرفة نبي قلنا صلوات ربي وسلام عليه نبي قلنا كريمك واتنو لي هاي ان الحج عرفة معنىتها ومعنىتي حجاجة يستاقيين بنك عرفة يستاقيين وي بنك عرفة يستاقيين ايوه وحاو يدي الله وقو سيتو ربي قد سب بهن ايو الهي قد تضرع ايو ومعنىت الهي سبحانه وتعالى دميسا استاقن مجلل هذا ان عرفة وغفانا يا ملايكة وحي سمينيان إي خيرك إي وناك نعي وغفانا يوي حديث واكيها مالين تاقفكي صومو حجايد الله مصن إيبا اللي إيما داما أعمال تربضان إي قبانيان وإلي إيمانيان ومانتا ماشن أي تهدي ملك للغفك آد أرفاسين هاي إن أي صومان الله مصن إيبا اللي هاي هدي صومان الدمك لله مصن إيبا هدي صومان وحدي بكسو قارا مرهنا وي لكن وحا الله صن إيبا غير الحج حاجي غير كيبا الله صن إيبا صومو ساتقانان حديث كسو عرورتي وعليه النبي جن صلوات ربي وسلام عليه ما ننت عرف قفك صومايه إلهي سبحانه وتعالى وحسين يا سنة أو معناه وحوي الماضية سنة تكتي أجر كذا بوسين إلهي سبحانه وتعالى وسنة المقبلة سنة سوقي سوساس عطنا أجر كذا بوسين يا ساد رادد إلهي وحسين يا سبحانه وتعالى أذن كصومي ما ننت عرف رب العزاء سب به إلهي وحسين سبحانه وتعالى الله بصر أجر كود بوسين ووامحي هذه السنة كتغي وصدى في ماضيها والسينية سنة كصوص عدو مقبل كان والسينية إلهي فلقي سبحانه وتعالى ما ننت طبران عن ديوات قانان وإن ودن بيسي إن والفجر وليال إن عشر طبعاً كما الموض ما ننت ودن بيسي رب العزها ما ننت وحوي وما ننت إن أضحية ذوية تتكنا حجاجة أعماش آت أترد بضن أي قبنيين saada raadiyad waxa la yimaan inta ninkii u duxiyeesto oo culimada waxay leeyeen waxa weeye labada maalmood oo ayaa muddiin ugu fadhiig badan waayo mal 10 bay leeyeen macdaaliga dina waxa la siilayay waa labada maalmood oo sagaalaadkii waxa la leeyahay iyo oo carafada ee maalinka tobanaadkii oo duxiyada weeye ee maalinka yoomul adha saada raadiyad waxa la doonayaa qofku ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax siiyay inuu u duxiyeesto oo xadiiska waa tii waha qofka intuu dhiga halka dhulka ku dhibcin baadanuutiis la dhaafaya oo tii carruurtiis la dhaafaya oo waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu soo niyaa khayraad ee duutri badan oo dunuub iyo quruun labadaba halka baa loo kulmina baa leeyahay marka waxa weeye walaalyaal waxaan soo daraadaarmeynaa bishan gudaheeda waa bil aad u khayr badan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala fadaa'il aad u tir badan la soo koobay korna ku sheegay waxaan isku boorinaynaa bishan gudaheeda inaan badino tilawatul quraan quraanka aad loo akhriyo qofka akhrin jiray juz inuu si laba laabo saddex afar maalintii uu akhriyo ki maalinta khidmad dhamaanay quraanka dhameyn karo soo dhameyn kara inuu dhameeyay waxaan isku boorinaynaa tilawatul quraan dadka inay quraanka aad u akhriyaan baan isku boorinaynaa mid kale maalmaan waa maalmo aad u fadhi badan waxa weeye maalmihii hore ee aan ahayn maalmahan wixii aad sameen jirtay
أما خيرك أنت قبل جرتي خيرك مالمان أتسمى يسوه كسي لاب لابدين أيوة أو كم بقى كاجسي أجر بدن كاجسي أضعافا مضاعفا بولاي كاجري يا سبحانه وتعالى والغسي لا لابيا سادة رأي دو حنسكو برنينا تلاوة القرآن آد إنا نبادينو مدك عليه النبي جاء الكريم كأسل جيس آد إنا نبادينو والنبي آد الغسل لما دام ويهي وحيال الله سبحانه وتعالى لقد وهذا وحيال الوين وكمديه مدك لو حان سفرينا بشان قد هذا إن عم بدنه صالحات صالحات الباقيات صالحات الباقيات إن عم بدنه بنذكو برنينا أوه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواية ذكر واتيها لا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بيكدريسي رواية قارن الدالكاس بيكوجينه والله أكبر بالكاس بيكوكينيان إن لبديه وإلهي سبحانه وتعالى ما ننتهى صالحات كاس لبديه بل الدنيا وي وحاكل سدر دارمينا تتكي إنا يبديان مؤمنين ولا لها مؤمنين بشان كفا يستنى يو خير كجعل إنا يبديان بشان قده هذا تهليش إيو تسبيح إيو تحميد إيو تكبيرته إنا يبديان وي تهليل وحال لدى وحاوي تهليل مركل لدى ولا إله إلا الله محمد رسول الله وي سادة رادية دو حال الدنيا ما نبي قيرنا حديث وحكيري أفضل ذكر لا إله إلا الله ذكر إله الوح سبحانه وتعالى وحاو بضن أن وحاو فضي بضن بوليه نبي صلوات ربي وسلام عليه توحيدك أو فضي بضن سان والأكسون ناو والأكسون تينو وماشوه الرسول الله نبي الله صلى الله عليه تعطلف تيدين لبضي بشاني آيات بالسكو بورنية مد اللوات تسبيح دوائنا أن آيات بضنو إله سبحانه وتعالى قدسنون هفنوي وهو محي إلهي سبحانه وتعالى هذا متصف بكل كمال منزه عن كل نقائص ويو هذا تسبيح دنوا محي سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده ويو إلهي سبحانه وتعالى أن وحي نسقانا واتكوفيسا وحي كمال إلهي سبحانه وتعالى ودسوكيسا ويو وحاكو لنسكو بيروننا بشان قد هذا إلهي سبحانه وتعالى تحميد ديسنا لنا مانون آد حمده وبدنه وإلهي أتكوشق نغد إلهي سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بالله نعموينك إلهي سبحانه وتعالى هذا ترسان مكو بكرتان مكو بكرن إلهي سبحانه وتعالى نعموين أن لكو بكرن بونسيي بدن عذوين وما حي نعمة الإيجاد وي ونعمة الإيمان وي ونعمة العافية وي إلهي سبحانه وتعالى مركو أدون إيجادي أدون كان بونكيني وي كدب إثلاني مونسيي كدب نوحاوي عاف ما دي خيرات بون وغدري هذا واحد سوكو بنتا ينتو قوير ويو واحد سوكو بكرمها مرك سادرادد ما دام وي مالمان يين مالما فضايش وذ أدو بضنتا حمد إلهي نغوصي لبلابايو حمد إلهي لبدي وي وهي تكبيرت لبدي وي بشان قده إلهي سبحانه وتعالى وإن لو وينيو إخواني وإخوتي في الله مركو حمد دار دارمينا لما سوكو بكو رد الرابشان الله هذا قده هذا واحد على عي خير إلهي سبحانه وتعالى قده هذا كشاقي واحد سوكو بكرمها نبي قد أدبو بوريي نبي قد أدبو بوريو أدبو بوريي aad buugu booriyay bishaan gudaheeda in aamaashu aad saxaab dadku la yimaadaan oo xadiisku waranayay abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala wuxuu yiri nabigeena ma min ayamin al'amalu salihu fiha uhibbu ila allahi min hadhihi al'ayam yaani yawma 10 dhil hajj waxa loo jeedaa maalmahan 10 maalmood ee bishaan dhil hajj 10keeda maalmood baa loo jeedaa قالوا وحيرتنا أصحابي قالوا يا رسول الله رسولك لا يو ولا الجهاد في سبيل الله حتى جهادك ما يكفضي بدم بيكون هذا النبي أصحابي قالوا وحير النبي أن كريمك ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع أما فلم يرجع ذلك بشيء نبي أن وحير إلا أن ما هان بيقول نفتي سبحيي مالك سبحيي أو هلك أو حلاك غدا يا وحبا ay ka soo laabeen way naftina meesha ninku shihiiday maalkiina sidoo ku tagay qofkaas umbaaniga wuxuu leeyahay ku dhaw oo gaaray buulay dadkaasi hadiiska kale oo warinayay waxa weeye Abdullah ibn Umara asagana waxa wuxuu aha waaye ma min ayamin a'zamu indallahi waasana nafsigiisa asbu ku iimaanayay adeer la hal soo koobo adeer hore aan sheegniyo sanawaad baa la wadaya asagana wuxuu aha a'zamu halkaas laftiga xagaas baa heeyay riwaayadii Abdullah ibn Umara روايه كلا ورنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما اصغنا وحوليه هي ما من ايام افضل عند الله بوليه مرك اصغنا افضل بوك عبري اخواني واخوتي في الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وعن صدر دارمينا بشان الهي سبحانه وتعالى ان نحوي ان انتصنوا وح قفكي هدو مركو غابيني او هاي قف غابيي غبوت فلي وحوي وحان قبن جيرين اد انو ادالبا للدنيا
oo ilaahay subxaana wa taala wax tusiyo oo ma ilaahay wax tusina ilaahay maluku moogi ma jirto laakiin waxa laga hadlaya inuu guntiga dhuqsado xinjeerto acmaal wanaagsan acmaal saalihaadka inuu dagdago weey oo noqonay sida ayada quraanka ay sheegayso weey wa saari'u ila magfira min rabbikum wa jannatin 'arduha samawaatu wal ardu saynaan samayno oo xaq ilaahay subxaana wa taala khayraadkan u dagdagna ayaa la doonayaa acmaasha saalihaadka saaba la doonayaa oo ilaahay subxaana wa taala uu ka arko wax uu ka arko dad ahayd qof markii hore gabood falsameeyay ayad kale ilaahay subxaana wa taala wa tunukulay fal yatanafasil mutanafisun aydan waxa la doonayaa dadka muuminiinta inay baratamaan khayraadka ee biriga ee samaha ee wanaagina u baratamaan waxa gelay u tartamaan ba la doonayaa xumaantana ay ka dheeradan ikhwaani wa ikhwati fillahi waxaan soo dardarmayna absidi ilaahay subxaanahu wa taala absidi ilaahay subxaanahu wa taala naafciiso adduunyo iyo aakharaba labadaba ayada meel naga bixinayso ikhwaani wa ikhwati fillahi waxaan soo dardarmayna ilaahay absidiisa inaan ku dhagno ilaahay subxaanahu wa taala absidiisa aan qabsano ayada meel kas naga bixinayso wey oo ilaahay subxaanahu wa taala aan hadaan soo qaadano xadiiska nabiga nabigeena kariimka wuxuu leeyahay mid cad mid madow kuma fadli badno mid madow mid cad kuma fadli badno kulligood waxay ka hadeen nabi ilaahay aadam bay ka hadeen aadamna turaab buu ka ahaday illa bitaqwallahi ma ahane oo misdaaqu dhalika waxa weeye ayada quraanka haa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa taala ilaahay subxaanahu wa taala wuxuu leeyahay إن أكرمكم عند الله أتقاكم بول الله سبحانه وتعالى إلى يكتيس وحايد ينكو كرام بضان إذن كوهو ناكسن قفك الله كعبسد سبحانه وتعالى ونبا إذن كوهو ناكسن إخوتي في الله وعنصد ردار مينا إلهي عبسد إيسا إلهي سبحانه وتعالى نانكو حرنانو إلهي كيامنو إلهي سبحانه وتعالى نانكو حرنانو لحظة كستا ساعات كستا دقيقة كستا كل حين وقت كستنا رب العزاء كو حرنانو إلهي أن أطيعنو مرنا أنا عاسنين بانصد ردار مينا waxaan ku soo koobayaa kalmadayday ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka cabsano ilaahay subxaanahu wa ta'aala cabsiisa ya dunyada aakharna afaciiso wa usalli wa usallimu ala nabiyil kariim wa sallallahu ma wa sallam wa barak ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.